السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في الفيديو اللي غنشرح لكم فيه الطريقه ديال ريباراسيون ديال الروتور فودافون موديل هاش جي 556 ا. هذا الروتور كاين بزاف الناس اللي طاحوا في مشكل من بعد الفلاش، كيجيو يفلاشوه بشي فيرسيون ماشي ديالو وما كيكملش، ومن بعد فاش كتزول له الضو وترجع الضو كيبقى عاطيك غير بولا حمراء شعاع، صافي ما كيبغيش تكونكتا مع البي سي باش تعاود تدوز له فلاش واحد اخر شي حاجه. وكاينه واحد الطريقه اللي غتخليكم انكم دوزو المود ريكوفري ديالو باش تدوزو له فلاش. مثلا كما كتشوفوا انا عندي دابا انا راني مركب واحد، او مركب واحد كني ما عطينيش بوسيبيتي باش انني غادي ندخلو المود ديال الكونفيغوراسيون باش ندير ندخل نعطيلو فلاش واحد اخر باش يرجع يشعل. هو هذا الادرس ديالو 192.168.168.0.1، ولكني ما كيدخلش. غادي يرجع يدخلنا بهاد الادريس هادي. دابا هو دابا غيبغي يدخل، ولكن الى جينا لهنا غادي يجيو عند كاتريزو، غادي نمشيو لعند موديفي لي بارامتر، هنا غادي نجيو عند هذا، هنا غادي نديرو واحد الابليكي ولا واحد الادريس اي بي ستاتيك. مثلا غنجيو نديرو 192.168.1 و مثلا 200 ولا 190، المهم غير من 100 و 190 الفوق. 192.168.1.1 وغنديرو اوكي فيرم. دابا غنجيو نديرو هكا، ها هو كيدخلنا المود ديال الريكوفر. هنا غنجيو مثلا نخسر له شي فلاش، واخا هذاك الفلاش مثلا كتبت مثلا دوزتي له في الواحد الفلاش، داك الفلاش وتبلوكا لكم الروتور، فاش كيتبلوكا وكتدخلوا بهذا المود هذا يمكن لكم ترجعوا تردوا داك تعطيو داك نفس الفلاش اللي تبلوكا لكم به ويرجع يشعل. مثلا انا تبلوكا لي فهاد الفلاش هذا وغنرجع نعطي له دابا وغادي يرجع يشعل عادي. دابا هو كي ابليكي الفلاش، انا غير تعطل شي شويه غير ياخذ الوقت، انا غادي نوقف دابا تشغل واحد شويه على ما يكمل ونرجع نكمل معكم. كما كتشوفوا دابا هو دار الفلاش، ها هو دار شعل عادي. دابا كتسالو ديرو الكونفيغوراسيون ديالكم عاديه، وشكرا على المتابعة، ونتمنى يكون الفيديو عجبكم ولقيتو معايا الحل، ومتنساوش الاشتراك في القناة ديالي باش يوصلكم ديما الجديد، وجيم بارطاج، وإلى اللقاء في فيديو آخر إن شاء الله.